أبو طالب، نتابع معك يعني تفاصيل هذه القائمة المؤقتة المعلن عنها حتى الآن بأسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة. نعم كوثر، كما ذكر الخبر هذه القائمة مؤقتة بانتظار القائمة النهائية التي ستصدر في 31 والتي تثبت بشكل قطعي قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة من لجنة الانتخابات. الإجراء المعمول به الآن من لجنة الانتخابات كوثر كما أعلنت هو فتح باب الطعون إذا كان هناك اعتراض من قبل بعض المكونات أو الأحزاب السياسية على هذه القائمة، بإمكانهم التقدم بالطعون حتى الساعة 5 من يوم غد الأربعاء. بعد ذلك سيكون هناك إعلان رسمي في 31 من الشهر الجاري للقائمة النهائية. الصورة الآن باتت أوضح حول المتنافسين في هذه الانتخابات، وهم الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحالف الجمهور أو تحالف الشعب، وهناك تحالف المعارضة الذي يقوده كمال كيليشداروغلو تحالف الأمة، وكذلك هناك اثنان من المرشحين أحدهما محرم إنجا، وهذا محرم إنجا هو رئيس حزب البلد وتمكن من جمع الأصوات أو التواقيع اللازمة لخوض هذه الانتخابات وهي 100,000 توقيع. ومحرم إنجا ينظر له الآن على أنه يعني كونه منشق عن حزب الشعب الجمهوري، يعني من المتوقع بحسب الاستطلاعات أن يخلط حسابات المعارضة، وهناك حديث الآن في الأوساط السياسية التركية أن حزب الشعب الجمهوري وكيليشداروغلو يحاول التواصل معه وربما يحاول ثنيه عن خوض هذا السباق الانتخابي، لأن بعض الرافضين لترشح كمال كيليشداروغلو قد يعني يجدون محرم إنجا المرشح الأنسب، وبالتالي سيساهم ذلك في تشتيت أو تشتت أصوات الناخبين المؤيدين للمعارضة، وهذا ما لا يريده كمال كيليشداروغلو. كذلك هناك الآن المرشح الرابع وهو سنان أوغان، وهو مرشح يمثل تحالف أتا، وهو كان ممثل عن حزب النصر، وبالتالي هؤلاء الأربعة الآن أصبح من شبه المؤكد والمعطيات كلها تشير أنهم سيخوضون هذا السباق الانتخابي في 14 من مايو المقبل. بعض الأوساط هنا تتحدث عن أن الشكل الحالي للانتخابات ثبت وجود 3 مرشحين للمعارضة ومرشح واحد عن تحالف الجمهور تحالف الشعب الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالي الصورة باتت أقرب وضوحا. وبعض الأوساط تتحدث عن أن جولة ثانية أصبحت بحكم المرجحة للانتخابات في ظل المعطيات الحالية، وأن عدم تقدم المعارضة بمرشح واحد سيشتت أصواتها خلال الفترة المقبلة. إذن ننتظر الجدول الانتخابي نهاية كوثر وما ستعلنه لجنة الانتخابات في 31 من الشهر الجاري.